عود من جديد إلى مراسل الأخبار الآن وسام يوسف من أربيل معنا مباشرة عبر الهاتف. وسام، كنت سألتك قبل قليل عن تطورات على الأرض وعلى الأخبار التي تحدثت عن أن 75% من حي الزنجيري تم تحريرها، وأيضا ما جرى خلال الساعات القليلة الماضية. نعم، بالفعل خديجة، القوات العراقية تخوض معركة صعبة جدا في منطقة الزنجيلي ومنطقة الشفاء برفقة فرقة الرد السريع التي نحن عادة ما نرافقهم في معاركهم. القوات العراقية لا تعاني من مقاومة شديدة وكبيرة من داعش، ولكن تنظيم داعش أصبح يستغل المدنيين بشكل خطير. مقاتلو داعش لم يعد يقاتلوا القوات العراقية، وإنما يستهدفون ويقاتلون المدنيين عبر المعابر الآمنة التي خصصتها القوات العراقية. القوات العراقية عادة ما تحاول جاهدة المحافظة وتأمين المعابر الآمنة لغرض تخليص المدنيين والتقدم بشكل أكبر في هذا الحي، ولكن تنظيم داعش دائما ما يحاول استهدافهم في هذه المعابر واستهداف القوات العراقية أيضا، التي عادة نحن شاهدنا هذا الموضوع على الأرض تحاول انه لا ترد على نيران داعش في سبيل عدم اصابه المدنيين، ولكن تنظيم داعش بالفعل يقاتل المدنيين في هذه الاحياء بالموصل. نعم. طيب وسام، على في هذا السياق، على ذكر ممارسات داعش، الانباء تحدثت عن مقتل مسؤول عن معامل داعش لتصنيع العبوات الناسفه في الموصل القديمه، ما تفاصيل ذلك وما المعلومات لديك عن هذا الشخص بالتحديد؟ نعم، هذه العمليه تمت امس عصرا. قوات الشرطة الاتحادية في مواجهات مباشرة تمكنت من قتل 34 مقاتل من مقاتلي داعش كانوا متحصنين في بعض المنازل، من ضمنهم كان يدعى أبو براء التونسي وهو مسؤول تفخيخ في الموصل القديمة، تم قتله أيضا خلال هذه العملية وبمرانة مباشرة من قوات الشرطة الاتحادية. خديجة، نقطة مهمة هنا أن مقتل هذا الشخص وهذا قيادة تنظيم داعش سوف يشكل انتقالة مهمة في معركة الموصل القديمة تحديدا، لأن تنظيم داعش أصبح يعاني كثيرا من قلة الأسلحة والعبوات الناسفة التي كان قد صنعها سابقا، لأن القوات العراقية في أحياء 17 تموز وأحياء غربية الموصل التي حررتها سيطرت على أكداس كثيرة من هذه العبوات التي كان قد جهزها مقاتلو داعش في استهداف القوات العراقية والمدنيين أيضا. في هذه الحالة التنظيم داعش خسر احد الاشخاص المهمين بالنسبه له في هذا المجال، خاصه ان هذا الشخص كان هو المسؤول عن التفخيخ في منطقه الموصل القديمه، وبعد مقتل عدد من الاشخاص والذي كانوا مسؤولين عن هذه عمليات التفخيخ في منطقه 17 تموز، تم انتدابه وطلب منه التنظيم الانتقال الى حي الزنجيلي لكي يشارك في عمليات مقاومه القوات العراقيه كي لا تتقدم الى هذا الحي، و قتل ايضا. هذا سوف يشكل نقطه مهمه في عمليات تحرير الموصل القديمه التي كما يبدو انها سوف تكون معركه ضاريه ايضا ومعركه صعبه على القوات العراقيه بسبب وجود اعداد كبيره من المدنيين في الموصل القديمه. نعم خديجه. هذه المداخله وسام يوسف مراسل الاخبار الان، كنت معنا على الهاتف مباشره من اربيل.